منور يا دكتور هلالي. الله يخليك. بنت حضرتك؟ اه بنتي. بس الشبه واضح جدا. ساعتك تشربوا يا فندم. انا جعانه، ممكن تجيب لي واحد همبرجر كبير وشويه كاتشب؟ تحت امرك يا فندم. الدكتور انا هاخد قرفه ساده لو سمحت. تحت امرك يا فندم. يا راجل قرفه؟ انا كنت فاكره الناس دي خلصت، اللي بيشربوا قرفه وكراويه دول. يعني انت مبسوطه من الهمبرجر اللي طلبتيه ده؟ طب احنا قاعدين في مكان زي ده هنطلب ايه يعني؟ رز وطبيخ. وبعدين الهمبرجر ده يا باشا بينجز الموضوع، ياكل العصافير اللي عماله تصوصو في بطني ده ويخلصني في 5 دقايق. انت كل حاجه بسرعه كده. انت ايه يا بنتي؟ حد بيجري وراكوا؟ الاكل عشان يمرح البني ادم لازم يبقى على واحده 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 واحده. ده كان زمان ايام عبد الوهاب. انا صحيح اغنيه عبد الوهاب بقالي كتير جدا ما سمعتهاش، اسمها ايه؟ فين طريقك فين ترارارا، بيروحوا له منين ترارارا، هي قريب وبعيد شوقي لك بيزيد، عندي لك مواعيد وانت ولا داري. بس لقيت عبد الوهاب في طبيعته. انا متشكل اول الحمد لله. بالهنا والشفا. اتفضلي يا انس. ميرسي. تحت امرك يا فندم. شكرا. قلت لي بقى يا درش، بقى انت كنت بتحب سوسو قبل ما تولد؟ بقول لك ايه؟ احنا اتفقنا ان حياتك فاضيه وعايزين نملاها. بلاش نقلب في حياتي انا، مالكيش دعوه بيها. ما انا جايلك في الكلام اهو، اعتبر دخولي في حياتك ده انا بستخدمه كمدخل في حياتي انا. مدخل؟ ايه الفلسفه دي كلها؟ انا بقى انتفع بس عجبك. عايز اسالك سؤال، هو الحب وراثي يا باشمهندس؟ لا افهم الاول. يعني انت باباك كان بيحب عبد الوهاب؟ طبعا. فانت بقى ورثت حب عبد الوهاب من حب باباك لي؟ انت عايزه توصلي لايه بالظبط؟ اكونش انا ورثت حبك ده من حب امي ليك زمان؟ شفت بقى لما اكلت همبرجر او بدات تخرفها. اسمها هيس. هيس. هيس يهيس تهييسا. انتوا بتجيبوا الكلام ده منين؟ ما هو لما الحياه تبقى فارغه بيبقى الكلام فارغ. بالعكس، الكلام لما يبقى فارغ بتبقى الحياه فارغه. يا بنت ربنا سبحانه وتعالى ميز الانسان بالكلام. الكلام ممكن يغير مسار البشريه. انت عشان تعرفي قيمه الكلام لازم تقري مونولوج الكلمه. بتاع ثأر الله. ايه ثأر الله دي؟ دي مسرحيه كتبها عبد الرحمن الشرقاوي في جزئين، الحسين ثائرا والحسين شهيدا. الحسين ده سيدنا الحسين صح؟ ده انا كل رمضان بسهر انا واصحابي هناك. هو ده اللي تعرفوه عن الحسين؟ الميدان؟ طب خلاص قول لي، فهمني ايه مونولوج الكلمه ده؟ الكلمه نور وبعض الكلمات قبور، بعض الكلمات قلاع شامخة يعتصم بها النبل البشري، الكلمة فرقان ما بين نبي وبغي، بالكلمة تنكشف الغمة، الكلمة نور ودليل تتبعه الأمة. يا نهار أبيض، كل ده على كلمة؟ لا يا عم، أنا ابتديت أتكسف من نفسي قوي، ده أنا بقالي 20 سنة بتق حنك ليل ونهار في عبط رسمي. انا هقفل بقي خالص ومش هتكلم لما افكر قبل ما اتكلم. اي خدمه تانية يا فندم؟ لا متشكر قوي. الحساب لو سمحت. تحت امرك يا فندم. خلاص خلاص ماشي، اتكلمي بقى. خليني اقفل بقي احسن، بلاش فضايح. تحب اقول لك جزء تاني من حسين شهيدا؟ ده عن الكلمه برضو؟